شخصيات باب الحارة وهم نساء عن طريق الذكاء الاصطناعي. ماذا لو كانوا رجال مسلسل باب الحارة نساء؟ كيف يبدو شكلهن؟ لا تنسوا اخبارنا في قسم التعليقات، من هو الأجمل بينهن؟ يا حسافة على حارة الضبع واللي صار فيها بغيابي وكل هالمشاكل بسبب. الممثل السوري علي كريم من مواليد سنة 1949 لعب دور العقيد أبو النار، وهذا هو شكله بعد عملية التحول إلى أم النار. الفنان السوري رامز الأسود هو من مواليد سنة 1976 لعب دور أبو ذراع، هكذا أصبح بعد أن تحول إلى أم ذراع. الممثل السوري رامز عطالله هو من مواليد سنة 1959 لعب دور أبو ساطور، شهدوا كيف أصبح بعد أن تحول إلى امرأة جميلة. الممثل السوري النجم نزار أبو حجر هو من مواليد سنة 1952 لعب دور النذل أبو غالب، هكذا أصبح شكله بعد أن تحول إلى أم غالب. الممثل السوري هيثم جبر هو من مواليد سنة 1951 لعب دور أبو الحكم، هذا هو شكله بعد عملية التحول إلى امرأة بشعة. الممثل السوري الراحل زهير رمضان هو من مواليد سنة 1960 لعب دور أبو جودت، وهذا هو شكله بعد تحوله إلى أم جودت. الممثل السوري هاني شاهين هو من مواليد سنة 1940 لعب دور العريف نوري، وهكذا أصبح شكله بعد تحوله إلى العريفة نورية. الممثل السوري الشهير بسام كوسا هو من مواليد سنة 1954 لعب دور الإدعشري، هذا هو شكله بعد عملية تحوله إلى امرأة شريرة. الممثل السوري هامي البكار هو من مواليد سنة 1981 لعب دور معروف، وهكذا أصبح معروف بعد تحوله إلى فتاة نصف جميلة. الممثل السوري عاصم حواط هو من مواليد سنة 1976 لعب دور صبحي، هذا هو شكله بعد تحوله إلى صبحية. النجم السوري سامر المصري هو من مواليد سنة 1969 لعب دور العقيد أبو شهاب، وهكذا أصبح شكله بعد تحوله إلى العقيدة أم شهاب. الممثل السوري أيمن بهنانسي هو من مواليد سنة 1948 لعب دور أبو قاسم، هذا هو شكله بعد تحوله إلى أم قاسم. الممثل السوري حسام الشاه هو من مواليد سنة 1967 لعب دور عبدو صبي الحمام، وهكذا أصبح عبدو بعد أن تحول إلى شابة فاتنة. الممثل السوري عادل علي هو من مواليد سنة 1966 لعب دور الشيخ عبد العليم، وهكذا أصبح الشيخ بعد تحوله إلى امرأة. الممثل السوري الراحل وفيق الزعيم هو من مواليد سنة 1960 لعب دور أبو حاتم، وهذا هو شكله بعد عملية تحوله إلى أم حاتم. الممثل السوري رائد مشرف هو من مواليد سنة 1975 لعب دور مسلم، وهكذا أصبح مسلم بعد تحوله إلى شابة جميلة. الممثل السوري الراحل محمد الشماط هو من مواليد سنة 1936 لعب دور أبو مرزوق خضر الحارة الضبع، وهذا هو شكله بعد تحوله إلى أم مرزوق. الممثل السوري محمد خير الجراح هو من مواليد سنة 1964 لعب دور أبو بدر، وهكذا أصبح بعد تحوله إلى أم بدر. الممثل السوري الراحل حسن دكاك هو من مواليد سنة 1956 لعب دور أبو بشير، وهذا هو شكله بعد تحوله إلى أم بشير. الممثل السوري أسامة حلال هو من مواليد سنة 1979 لعب دور بشير، وهذا هو شكله بعد أن تحول إلى بشيرة.
الممثل السوري معن عبد الحق وهو من مواليد سنة 1978 لعب دور الجاسوس سطيف الأعمى، وهكذا أصبح بعد أن تحول إلى الجاسوس سطيف العمياء. الممثل السوري الراحل سليم كلاس هو من مواليد سنة 1936 لعب دور أبو خاطر، وهذا هو شكله بعد تحوله إلى أم خاطر. الممثل السوري علاء الزعبي هو من مواليد سنة 1978 لعب دور خاطر، وهكذا أصبح شكله بعد تحوله إلى امرأة. النجم الكبير السوري عباس النوري هو من مواليد سنة 1952 لعب دور الحكيم أبو عصام، هكذا أصبح بعد التحول إلى أم عصام. الممثل السوري ميلاد يوسف هو من مواليد سنة 1976 لعب دور عصام، وهكذا أصبح بعد تحوله إلى شابة فاتنة. النجم السوري وائل شرف هو من مواليد سنة 1977 لعب دور معتز، وهكذا أصبح النجم وائل شرف بعد تحوله إلى امرأة حسناء. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its breath.